معنا عبر الهاتف الدكتور حسن خرمي مدير تعليم صبية. أهلا وسهلا دكتور حسن، كنت سألتك عن لماذا تشتمل هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم. طبعا في البداية أحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات الكرام. طبعا هذه الاتفاقية جت لتعزيز الشراكة المحلية في ارتقاء الخدمة المقدمة للمجتمع، وهي أيضا أتت للاستفادة أيضا من مركز جامعة جدة للعمل التطوعي، وهي أيضا أتت لتهدف أو لتسد اللي هو أو زيادة الوعي في الكثير من المجالات، ومن أهمها اللي هو مجالات التخطيط وإدارة الحشود واللغات والترجمة وغيرها طبعا من المجالات اللي ركزت عليها هذه الاتفاقية. ماذا سينتج يعني مستقبلا عن هذه الاتفاقية؟ طبعا صراحة احنا نهدف من خلالها الى تعزيز قيم العمل التطوعي ودعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية ايضا المجتمعية، وايضا تدريب وتأهيل المتطوعين وتأهيتهم، وخصوصا من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، وايضا الاداريين والاداريات والطلاب ممن اعمارهم طبعا فوق ال 18 سنة.